انا ماليش دور في مسلسل مغني، وصدقني انا يعني انا لا افرض نفسي على محمد ولا محمد ابدا بيفرض عليا دور. لما اشتغلت شطرنج جاب لي الورق زيه زي اي منتج، وانا بشكره جدا ان عمره ما اجبرني على حاجه، وقال لي اقري وقولي رايك. طبعا انا من جمهور منير، فطبعا انا ما اقدرش اقول ان انا كمان مستنيه كينج منير، لان انا منير بالنسبه لي هو الغنى. مش معنى كده ان بجنب كل الناس، لكن منير هو التفاؤل، هو صوت مصر، هو مش صوت النوبة. انا بزعل جدا لما بيقولوا عليه صوت النوبة. منير بتاع كل العالم العربي، منير نجم عالمي. منير لما شفت التتر بتاعه حسيت ان هو ما بيمثلش، فانا منتظراه وانا ما بعدتش عن مسلسل منير، لكن مؤكد لو كان ليا دور محتاج ممثلة قوية بتحب شغلها جدا وعايزة وقد سني وقد مرحلتي وقد شكلي، عمرهم ما كانوا هيقولوا لا. انا بقول لهم الف الف مليون مبروك، ان شاء الله هنتفرج على حاجه حلوه.